انا اقول لك قبل، هي الازمه اتحلت في بالفعل باتفاق ما بدا، هقوله لك. بس قبل ما اقول الجزئيه دي، ليه محمد صلاح رد؟ محمد صلاح رد لما لقى الناس في الشارع بتفكر انه الموضوع عاوز بوديجاردات، متعالي على الناس، متعامل مع الناس. الراجل حب يوضح وجهه نظره انه الكلام ده تشويه. اتحاد الكره هو ده نفس الاسلوب، بيسيب الموضوع الرئيسي ويتكلم في حاجات فرعيه. حقوق، انت راجل بتقول ليه حقوق؟ الحقوق دي اتحلت من امتى المشكله؟ ما المشكله قائمه قبل كاس العالم واستمرت. انت ما حلتش حقوق ليه؟ سواء صيغه الخطاب عجبك او مش عجبك. اللي حصل الحل ان هو الست الوزير الدكتور اشرف صبحي اتصل بمحمد صلاح، عشان هو بيقول لك التواصل صعب. لا، محمد صلاح بيتواصل المسؤولين المصريين، وتم الاتفاق ان محمد صلاح في بدايه الاتصال غاضب وقال له يعني ان هم اللي حصل ده يعني تشويه صورتي، وانا عملت ايه لمحمد صلاح؟ ده انا بطالب ان الراجل دلوقتي انت بلدي تقدرني. فالمهندس اتكلم معاه وحاول يهدئه، واتكلم برضك مع الطرف الثاني، كان على تواصل مع المهندس هاني ابو ريده، ومهندس هاني ابو ريده قال له احنا مفيش مشاكل ونفس الكلمه، بس احنا كلمونا رامي ده ما كانش اسلوبه حلو. محمد صلاح قال انا ده وكيل يا جماعه، ده احتراف، انا بتعامل مع وكيل هو اللي ليه حقوق. فتم التوصل لاتفاق مبادئ انه هو اول حاجه اتحاد الكره يضمن حقوق الاعلانيه لمحمد صلاح، وان الامر ده ما يتكررش تاني، يتم غلقه بوجود اتفاقيات رسميه والتواصل من خلالها مع وكيله. الاتفاق التاني انه محمد صلاح داخل الفريق هو لاعب، وانه الراجل عليه التزامات، وان اتحاد الكره يتعهد بتوفير ان هو الهرج والمرج اللي كان بيحصل في الحاجه التانيه ما حصلش. وفي المقابل برضه عشان الناس بتتكلم فيها، تم الاتفاق على انه دور رامي عباس ينتهي عند مطالب محمد صلاح، ليس له الحق في مطالبه اتحاد الكره بامور لا تعنيه، عشان برضه يعني حاجه ارضاء لاتحاد الكره في الجزئيه دي. فتم ده اسمه اتفاق مبادئ، تم بين المهندس الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه والمهندس هاني ابو ريده ومحمد صلاح، تم اتفاق لاتفاق المبادئ، ومحمد صلاح وعد بحضوره مباراه النيجر وتم تهدئه الموضوع. فانا بقول لحضرتك انه الازمه انتهت فعلا، لكن مين سبب الازمه؟ هو عدم احترافيه اتحاد الكره في اداره الامور.